السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على النبي المصطفى. لقاء يتجدد وفضيلة الشيخ أبي إسحاق الحويني. كنا قد توقفنا في اللقاء السابق عند مسألة الأسوة، والشيخ الحقيقة في إجابة على سؤال إزاي نتأسى، إزاي نوصل لمرحلة التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم دون ما تقاعس، والمسألة مسألة محتاجة فهم الشرطين اللي النبي أو اللي ربنا سبحانه وتعالى قالهم في القرآن لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. نكمل حديثنا في هذه الجزئية مع فضيلة الشيخ. السلام عليكم فضيلة الشيخ. وعليكم السلام. يمكن حضرتك اتكلمت في قضية في منتهى الخطورة، هي اللي بتصعب التأسي على كثير من المسلمين لما بيشعر بشيء من أنه متغير عن جل الناس، شايف أنه كل الناس، يعني الست شايفة أن مش كل النساء محجبات، المحجبات قلائل، الراجل شايف ان كل الرجال مش ملتحين، وبالتالي بيصعب عليه مسألة يتأسى من خلال التغير اللي بيشوفه عن شرط التأسي او شرطي التأسي اللي ربنا ذكرهم في كتابه. نعم، انا يعني قلت في المرة الماضية ان اسرع وسيلة الى التأسي الرفقة او الصحبة. نعم. لان اصل الائتساء معناه المداوات والاصلاح، ولذلك يسمى الطبيب الآسي. نعم. مش القاسي. مش القاسي. نعم. يعني نعم. الآسي بال... الآسي. نعم. الآسي. نعم. الآسي. نعم. الذي يأسو الجراح. نعم. أي يداويها. فالصاحب ساحب كما كانت العرب تقول. فأنا الآن كل إنسان على حسب مذهبه، في رجل يرجو الله اليوم الآخر، وفي رجل يرجو الدنيا. اللي يرجو الدنيا ده احنا مش هنتكلم فيه، انا عايز اتكلم على الذي يرجو الله واليوم الاخر. لابد ان ينتقي صحبته، مش لازم انا المجتمع الواسع يبقى هو مجتمعي، انا لي مجتمع بسيط. يعني انا اذكر كلام سفيان الثوري رحمه الله، كان يقول الغربة قوة، فانا كنت بستغرب من الكلمه دي اول ما قراتها. الغربته قوه طبعا، ده على خلاف ما كل الناس بتعتبر ان الغربه ضعف وانهيار نفسي. طبعا انا كنت مستغرب من الكلمه، حتى يعني قلبت فيها وجوه النظر في اول طلبي للعلم قرات هذا الكلام لسفيان، وبعدين لم افهمه الا بعد سنوات طويله عندما قرع هذا القول قلبي مره اخرى. في أوائل السبعينيات، في منتصف السبعينيات، أول ما بدأ الواحد يلتزم وكده ويعفي لحيته، لما كنت أنا يعني المحافظة عندي في محافظتي محافظة كفر الشيخ، يعني ما كانش فيهم ملتحين إلا حوالي 7، كنت أعرفهم بأسمائهم وبلادهم وأعيانهم وأعرف كل شيء عنهم، وكان بيننا تواصل قلبي. وأنا أذكر شيئا غريبا جدا، كان عندي دراجة عادية، طبعا دي كانت أقصى أمنياتي أن أنا أكون عندي دراجة عادية. وكان أحد يعني أعز أصحابي في الالتزام، يعني بينه وبينه حوالي 3 كيلو أو 4 كيلو متر مسافة. فكنت لما أشتري الكتب، وكنت فقيرا جدا أنا ذاك يعني، فلما كنت أشتري الكتب كنت أجتهد أن أنا أجيب له نفس الكتاب اللي أنا بشتري لنفسي، يعني كان ممكن استدين، كان ممكن اخد بالقسط والكلام ده، احط الكتب على العجله من ورا واربطها بدباره ثم انطلق اليه. كنت اصل اليه في ربع ساعه بعد ما اشتريت سياره، وكنت بروح له في بالسياره في ربع ساعه. فانا لفت نظري انا ازاي انا بالدراجه العاديه اروح في ربع ساعه والسياره بمشي على وصول 60 70 على حسب الطريق الترابه. نعم. والكلام ده واصل في ربع ساعه. فالمعنى ده لما قرح قلبي قعدت افكر، طب ايه اللي يخلي المسافه الزمنيه متساويه؟ فعلمت انه كان يحملني اليه، وانا راكب الدراجه كانت المحبه تحملني اليه، فكانت تعطيك القوه. فكانت تعطيني القوه. نعم. الحقيقه ان انا اصلا تقطع المسافه في زمن في هذه المسافه. نعم. فلما ركبت السياره برضو ايه يعني كان في محبه وكل حاجه، بس ما كنتش انا اللي بتحرك. نعم. يعني المحبه كانت تحركني انا. نعم. انما اللي بيحرك السياره الموتور. نعم. اللي بيحرك السياره. فانا عايز اقول كنا قله، فكان في نوع من التمايز والمحبه الصادقه. نعم.
أنا كنت مع أخي الأكبر رحمه الله في ميدان رمسيس، وبعدين شفت واحد ملتحي في موقف أحمد حلمي، فقمت رايح على طول عليه وسلمت عليه وأخذته في الحضن وبتاعه والكلام ده، وأخبارك إيه؟ لا أعرفه، أول مرة أشوفه في حياتي. أنت منين؟ قال لي من أسوان. خدت اسمه وعنوانه ورقم تليفونه والكلام ده. فأخويا بيقول لي أنتوا ده صاحبك ده كان في الدراسة يعني في الكلية؟ قلت له لا أنا أول مرة أشوفه. قال لي والله يا أخي أنتوا هتفرقعونا كده يعني، يعني إيه إزاي بتقابله وتحضنه وبتاعه وفرحان بيه والكلام ده وأنت أول مرة تعرفه؟ لما دخل في الصف من ليس منه أنت قلبك بقى حذر. ليه؟ لما بيدخل في الصف عادة من ليس منه ممكن يبقى واحد مزوق عليك، فعرفت أن الكثرة فيها ضعف وأن الغربة فيها قوة. وإذاك سفيان الثوري كان يقول إذا كان لك أخ سني، أنت بالمشرق ولك أخ سني بالمغرب، فأرسل إليه السلام فإن أهل السنة غرباء. وإذاك الغرباء الأولون من الصحابة كانوا أقوياء. ليه؟ كانوا أقوياء لأنهم كانوا غرباء، فكان كل واحد بيشعر أن قوته بالالتحام بالآخر. فالغربة قوة في الحقيقة. النهاردة مع كثرة الزخم اللي حصل واشتباه الأزياء واشتباه الأشكال والكلام دوت، أنت ما عادش بتقدر تدي قلبك لكل واحد. ليه؟ الاحتمال يكون كده أو كده أو كده، واخدلك إزاي؟ بالذات بعد ما الأشياء التي كانت للمخابرات أصبحت في يد الأشخاص. يمكن فضلتك بنتكلم في فكرة برضو أنه في 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 الوقت ده في زمن الغربة المتأسي برسول الله صلى الله عليه وسلم بيتأسى عن صدق. إنما أحيانا في زمن الكثرة والمنفعة والدنيا والمصالح قد إنسان يحاول يتأسى بالظاهر عشان يقدر يجد مصلحة في هذا الجمع الكثير. يعني ربما هذا ربما، وانت شايف يعني مثلا من بعض الحوادث اللي حصلت قريبا واحد بلطجي وبعدين التزم راح قتل واحد ومراته، انت القصة المعروفة المشهورة الكرم دي. وده ملتحي وكل حاجة يعني سخن، واخد بالك ازاي؟ لكن لم تتغير طباعه. فانا عايز اقول يعني اذا رجعنا لاصل معنى كلمة الائتساء هي المداواة والاصلاح. طيب فانا لا استطيع ان اصاحب رجلا لا يأتيني منه خير. يعني صاحبك من إذا ذكرت الله أعانك وإن نسيته ذكرك. وده يمكن اللي جاي في قول الله واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي. طيب يمكن فضلت الشيخ زي ما حضرتك تكلمني برضو لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر واليوم الآخر، عايزين برضو نتوقف عند الأسوة السيئة. ما هو رسول الله خير الدعاء صلى الله عليه وسلم. هل بتتصور حضرتك أنه ممكن أحيانا حد بهذا المنظور يكون كما قال النبي دعاء على أبواب جهنم؟ يعني هو حمل لفظ الدعاء بين قوسين، إنما هو داعية سوء يقود الناس إلى ما لا يرضى ربنا تبارك وتعالى. طبعا بلا شك يا سيدي بترجع إلى الصفات الجبلية التي يخلق المرء بها. في واحد عنده شر لوحده كده، أو رجل وصولي عايز يصل منافق، ودي يتصور أنه كلما تنازل عن شيء من دينه إرضاء لسيده أنه ممكن يرتقي. يعني أنا لا أتصور مثلا مفتي في بعض البلاد العربية لما أراد أن يحلل للناس الربا، وأنا سمعت هذه القصة من شيخنا الألباني رحمة الله عليه، يقول لو أنت قلت له أسلفك المية جنيه بمية وعشرة هيبقى ربا، فكيف يمكن أن يخلص الناس من الربا؟ يوم يقول وانت بتاخد منه المية جنيه وهو يطلب منك مية وعشرة، قل لله علي أن أعطيه عن كل مئة جنيه عشرة جنيهات. يقول لك لم يعد ربا لأنه تحول إلى نذر حينئذ، والنذر واجب الأداء. أسوة سيئة في التحايل. بالضبط كده بالضبط كده. يعني هذا المسكين ما مصلحته أن يدخل النار عشان فلان؟ يعني محمد بن عجلان شيخ مالك كان لا يفتي في الطلقة الثالثة. ليه؟ يقول أنا يعني يخشى على نفسه أنه لو أفتى في الطلقة الثالثة أن الرجل يقول إنما يستمتع الرجل مع امرأته وأحملها أنا، فكان لا يفتي في الطلقة الثالثة. وكان يقول إذا ترك الرجل لا أدري أصيبت مقاتله.
من ترك الرجل كلمة لا أدري أصيبت مقاتله، لأن مش ممكن الإنسان يعلم كل شيء، لابد أن يقول لا أدري. ومالك ورث عنه هذا، كان مالك رحمه الله ورفعت إليه 36 مسألة أجاب فيها ببضعة عشر مسألة وترك الباقي قال لا أدري. فقال له رجل يا أبا عبد الله مثلك لا يدري؟ قال نعم، وقل لمن خلفك إنني لا أدري. الله أكبر، يعني يخلع حظ نفسه من طبعا بالضبط كده، لا يعيبه أنه يقول أنا لا أدري. فأنا عايز أقول إن في ناس يبيعون دينهم بدنيا غيرهم، إنه ينظر حتى أحيانا تكون قراءته قراءة سيئة، قراءة خاطئة. يعني يتصور مثلا يقول هو السيدي يريد كذا، يقرأ قراءة خاطئة، فقد يضر سيده بكثرة تنازلاته وكثرة تجاوزاته وتساهله. فأنا عايز أقول دي بتبقى صفات شخصية عند الواحد، أنه على استعداد أن يتنازل عن الحق لمأرب دنيوي. أصل اللي احنا نتكلم فيه عند العالمين، عند العالمين صلى الله عليه وسلم، عليه الصلاة والسلام. وأقول دائما أن احنا بناخد منه الأسوة الحسنة. في الصحيح، في الصحيح من حديث أسعد بن زرارة، إن من حديث سعد بن هشام، إن هو أراد أن يبيع ماله وعقاره وكل ما يملك من الدنيا ويشتري به سلاحا وكراعا، الكراع اللي هو الخيل يعني، ويذهب ليقاتل الروم حتى يموت. فسأل نفرا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فنهوه عن ذلك، وبالمرة طلق امرأته كمان علشان إيه؟ يبقى تخلص من الدنيا، يبقى لا عنده مال ولا عنده امرأة، فيذهب ليموت وهو يقاتل الروم. فلما أخبر بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا نهوه عن ذلك، وقالوا له إن ستة رهط إن أتوا النبي صلى الله عليه وسلم أرادوا أن يفعلوا مثلما تريد أنت، فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم وقال لهم أفما لكم في أسوة صلى الله عليه وسلم، واخد بالك؟ فقال فسألهم عن وتر النبي عليه الصلاة والسلام، فقالوا له اذهب لابن عباس. فذهب لابن عباس فقال له ألا أدلك على أعلم أهل الأرض بوتر النبي صلى الله عليه وسلم؟ إنها عائشة. نعم. على أساس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان بيوتر آخر الليل، وكان في يكون في أبيات أزواجه يعني. نعم. فأزواجه أعلم الناس بوتره. فجاء إلى عائشة رضي الله عنها وسألها، قال لها يا أم المؤمنين أنبئيني عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالت له ألست تقرأ القرآن؟ قال بلى. قالت إن خلقه القرآن. نعم. ثم سألها عن وتر النبي صلى الله عليه وسلم. الشاهد من المسألة دي أن رهطا ستة أو سبعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أرادوا أن يفعلوا مثل هذا. نعم. وبعضهم أراد أن يختصي. نعم. حتى لا يكون له مقرب في النساء. نعم. يقول زي الثلاثة اللي تقالوا العبادة، زي الثلاثة اللي تقالوا عبادة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. يقول أفما لكم في أسوة عليه الصلاة والسلام. فردهم إلى القصد، عليكم هديا قاصدا. ليه؟ لأن الإنسان ينفسخ عزمه كثيرا. يعني ساعات أنت لما تشوف تقرأ قصة من القصص الأبطال والصحابة والكلام ده تسخن، تلبس الدور. نعم. واخد بالك؟ ما عندكش الإمكانات على استعداد أنك أنت تعمل زيه. نعم. لكن أول ما تقع على المحك تجد أن القلب قد انفسخت عزيمته. نعم. واخد بالك إزاي؟ نعم. فالنبي صلى الله عليه وسلم لأنه يعلم انفساخ عزم القلب فقال عليكم هديا قاصدا، حتى في التوجه إلى الله. يعني لما دخل المسجد فوجد حبلا مربوطا بين ساريتين، قال حبل من هذا؟ قالوا هذا حبل زينب. طب ماذا تفعل به؟ قال إذا تعبت قدماها عن أن تحملها من كثرة قيام الليل رمت نفسها على الحبل. نعم. أو تعلقت بالحبل، فقال حلوه إن الله لا يمل حتى تملوا وكلفوا من العمل ما تطيقون. نعم. حتى في هذا نهاهم صلى الله عليه وسلم، حتى وهم يعني مش إنسان مثلا بيقوم لحد ما يتعب جدا جدا يقول له بارك الله فيك استمر، لا. نعم. القلب عزمه ينفسخ، فحتى يطول نفسه ويستمر في الطريق إلى نهاية الشوط يوم يقول له إيه؟ ساعة وساعة، زي ما قال لحنظلة. نعم. قال له ساعة وساعة. ليه؟ لأن الله عز وجل لما خلق الإنسان ركب فيه هذا وذاك. نعم. لابد أن يستجم بشيء من الباطل المباح حتى يواصل السير الجاد
إلى الله تبارك وتعالى. فكان يردهم عليه الصلاة والسلام إلى أصل خلقتهم، لأن الله عز وجل لما خلقهم خلقهم فيهم هذا وهذا، فإذا لم يفعل هذا أو ذاك بيحصل نوع من الاصطلام أو الاصطدام كما يقول العلماء. يعني ده اللي يمكن خلى حضرتك دايما في معظم خطبك ودروسك ما بتغيرش خطبة النبي عليه الصلاة والسلام اللي بتؤكد فيها حضرتك على معنى، وده اللي أكده النبي طبعا صلى الله عليه وسلم، فكرة وخير الهدي هدي محمد، هدي محمد صلى الله عليه وسلم. أو أن بتصور أحيانا أنه بعض أهل البدع من أئمة الضلال لما بيخرجوا بره هذا الهدي وبيكونوا أسوى للناس في ابتداع عبادات وابتداع أذكار وابتداع صلوات ما أنزل الله به من سلطان، بتكون من منطلق أنه في حقيقة باطنه هو لا يرجو الله واليوم الآخر. والله أنا يعني في يعني لي تحفظ على حقيقة باطنه. نعم. ديت لأن إحنا للطلاع لنا على، لا أنا عايز أقول لحضرتك يعني إحنا دايما بنقول إنه الظاهر، من شوية بنقول إن حاجة بتقول إن الظاهر في ارتباط قوي اتساق ومتناغم مع الباطن، فلما لا إنسان يرجو الله واليوم الآخر في باطنه بيدل ذلك طبعًا على بينضح على ظاهره بينضح، إنما إنسان تاني مثلا مصر على إنه هو يبتدع في دين الله سبحانه وتعالى بذكر باحتفال ما بصلاة ما بدعاء ما بأوراد ما، فبتصور أنه أحيانا هل ممكن ده يكون الاتصال بفكرة أنه ما فيش حقيقة قوية في قلبه من هذا الرجاء بالله واليوم الآخر وبالتالي حاد عن منهج رسول الله في الأسوة الحسنة؟ هو ده يمكن تخريج هذا الكلام على أصل وهو نعم، وده يمكن برضو مش هنخرج عن برضو المعنى عند أندى العالمين. نعم. بتقريره، لأن أنا شايف أن المسألة مهمة، يعني أنت لما تقول هذا يدل على أنه من باطنه لا يرجو الله اليوم الآخر، أنا ليه قلت الظاهر والباطن بينهما ارتباط؟ نعم. في الصحيحين من حديث عتبان ابن مالك رضي الله عنه أنه هو قال للنبي صلى الله عليه وسلم ائت بيتي فصلي في مكان ما حتى أتخذه مسجدا، فقال إن شئت، وأتاه في وسط النهار هو أبو بكر رضي الله عنه، وعلم كثير من الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم يصلي ببيت عتبان، فثاب كثير من القوم إلى بيته، فقال أين تريد أن أصلي؟ قال تصلي في المكان الفلاني، فصلى فيه والنبي صلى الله عليه وسلم بيصلي، الصحابة بيتكلموا مع بعض فبيتكلموا بصوت عالي، فذكروا مالك بن الدخشم أو الدخشن فذكروه بسوء، قالوا وددنا أنه هلك، وددنا أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا عليه فهلك، وددنا أنه أصابه شر. المهم النبي صلى الله عليه وسلم بعدما خلص الصلاة قال له قال لهم أولستم تعلمون أنه يشهد أن لا إله إلا الله خالصا بها قلبه؟ قالوا الله ورسوله أعلم، لكننا لا نرى وجهه ووده إلا إلى المنافقين. فقال إن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله مخلصا بها قلبه. الشاهد هنا إن هم لما النبي صلى الله عليه وسلم قالوا لما قال لهم أليس يشهد أن لا إله إلا خالصا بها قلبه، كلمة خالصا بها قلبه دي، فهم ما يقدروش يجاوبوا، قالوا الله ورسوله أعلم، لكننا هي دي القرينة الخارجية التي نصب الحكم عليها. نعم. علقوا الحكم بها، شايفين وده للمنافقين بالضبط كده. نعم. لأن يصعب جدا على أهل الإيمان أن يكون وده ووجهه للمنافقين، ده كلام لا يستقيم. نعم. فأنا النهاردة لما يكون في واحد منافق معلوم النفاق بالنسبة لنا وواحد مصاحبه دايما لزق له كظله، أنا لو اتهمته بالنفاق فأنا معذور. نعم. فالنبي عليه الصلاة والسلام الشواهد بتقول كده، أي النبي صلى الله عليه وسلم ما قال لهمش كيف تقولون هذا وأنتم لا تعلمون ما في قلبه صلى الله عليه وسلم. تمام. نعم. ليه؟ لأنه في قرينة خارجية علق الحكم بها. نعم. تمام. فأنا أستطيع أن أحكم على ما في القلب بتعليق الحكم على القرينة الخارجية. نعم. زي حديث من سره أن يتمثل الرجال له قياما فليتبوا مقعده من النار. مسألة السرور دي مسألة قلبية. طب أنا النهاردة المدرس لما يدخل الفصل العادة بتاعتنا اللي نعلمها قيام. نعم. كل واحد لازم يقوم للمدرس، قم للمعلم وفيه التبجيل. تمام. كاد المعلم أن يكون رسول الكلام. نعم. طب لو مرة إني اللي صدق الله العظيم لو إن طالب ما أمش المدرس بيعمل إيه؟ ممكن يعاقبه، يقول له تعالى يا ولد اطلع بره ولي أمرك، ولي أمرك بكرة. تمام. أنا أعرف من هذا أن هذا المدرس
يحب من قلبه أن يتمثل جلاله قيما. ليه؟ لأنه غضبه الظاهر أستطيع أن أعلق به الحكم. يبقى أنا عرفت ما في قلبه، عشان ما يجيش واحد يقول لي أنت إيش عرفك باللي في قلبه. أقول لك القرينة الخارجية اللي علقنا عليها الحكم وهو غضبه واستدعاء ولي الأمر واتهام الولد بقلة الأدب إن هو لم يقم، واخد بالك إزاي؟ فعشان كده أنا يعني بأؤكد برضو يعني عشان أستدرك على نفسي لما أنت قلت من قلبه وأنه كده، قلت لك نحن لا نحكم على في قلبه، فأنت قلت لي ارتباط الظاهر والباطن، فأنا برضو أحببت أن أدلي بهذه الفائدة، إن الظاهر فائدته أن نعلق الحكم عليه حتى يمكن أن نصل إلى بعض الباطن على الأقل. جزاكم الله خيرا فضيلة الشيخ، وعلى وعد بلقاء يتجدد وأندى العالمين، دمتم في أمان الله، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.